السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ مصطفى؟ نعم نعم نعم. ممكن أسأل سؤال لو سمحت شيخ؟ تفضل. أنا والدي توفى. قل الله يرحمه. قل رحمه الله. الورث والدتي مش عارف تدوني يا أخي. قل الله يرحمه يا أخي. الله يرحمه ولا شيخ الله يقول. أمك رافضة التوزيع، أمك ظالمة. أمي يا فندم؟ ظالمة. المفروض لما ابوك يموت التركه الوحيده ان انا اقدمها في المحكمه وانا مش قادر اعمل كده يا شيخ. طيب خلاص اصبر. يعني لو مت مجروح مش قادر اعمل كده. خلاص اصبر عليها. خلاص. اصبر يعني عليها. افترض ان الام ان التركه تقسم، تيجي الام تقول لها ما يقسم شيء طالما انا على قيد الحياه. اذا مت تقسم، من قال لك ذلك؟ بالهدايه وده اللي اقدر عليه. ها؟ ادالها بالهدايه وخلاص، ده اللي اقدر عليه. ادالها بالهدايه، نقول لك ايه يعني؟ نقول لك اضرب امك. عن الأم أحيانا ترفض أي تقسيم. أنا كنت مجبور مش هقدر آخد دواء في محكمة خالص. أنا قلت لك قف معاها في محكمة. مرأة بصراحة. معلش حاضر، اصبر يا حبيبي. هذا ظلم من الأمهات، أنا أتكلم حتى تنزجر الأمهات، يعني الرجل الزوج يموت، وله زوجة وأولاد وبنات. والأولاد والبنات فقراء. وكل يحتاج إلى شيء من تركة أبيه. تأتي الأم تضع يدها وهي ليس لها إلا الثمن، تضع يدها على التركة كلها، تقول ما في واحد يأخذ أي شيء إلا ما موت. كيف أنت ظالمة؟ وإن كنت أما لكنك أم ظالمة. الأمهات ليست آلهة ولا الأباء آلهة ولا الأزواج آلهة، لا أبدا. كلنا عبيد لله، نسمع ونطيع لله سبحانه.